وش الحياة بدون تجربة؟ بعض التجارب تاخذك لعالي الجبال، وبعضها لأعماق الظلام، وخليط ما بين تضاريس وتجارب مختلفة. وبالرغم من اختلاف التجارب إلا أنها تزرع فيك إحساس بالسعادة، تزرع فيك حب للحياة. فكيف الحياة بدون تجربة، وكيف التجربة بدون حياة؟ خلوني أخذكم في تجربة. تجربتنا اليوم جديدة علي، وأتمنى أنها جديدة عليكم ونعيشها سوا. تجربتنا اليوم في ركوب الأمواج في شرق آسيا، تحديدا جزيرة بالي إندونيسيا. يلا حيهم جميعا. والله العظيم اليوم تجربة جديدة لي، بتجربة جديدة أكثر شيء متحمس له، ما نعرف كيف بسويها بس مرة متحمس. اليوم عندنا ركوب الأمواج. بالله وش رايكم في المكان اللي أنا فيه؟ أدري بتقولوا أحمد كم سعره؟ والله يا ناس 28 ريال، هذا هوستل في منطقة شانقو، راح يطلع لكم اسمه هنا، أسطوري مرة. 28 ريال، عندنا مسبح 24 ساعة، أخوكم متسدح هناك بيسبح. وميزة المسابح في جزيرة بالي إنه بالحر يمديك كذا تجيد تغطس على طول. هذا هو الهوستل، صغير هو ترى مرة. هنا الدورمز وهناك غرف خاصة بس، ومسبح. فوين نجلس؟ ما في جلسة فعليا، هذه جلستنا هنا، نجلس هنا وعنده جلسة ورا هناك بس. هذا المكان 28 ريال، والله حلو كذا، يمديك توفر وتجلس مكان نظيف وعندك مسبح. هذه ميزة جزيرة بالي، خيارات كلها موجودة قدامك. خلونا نكون صريحين، ما أعرف أركب أمواج، وما أعتقد أنها رياضتي المفضلة، ولكن كانت خاطر أني أنا أجربها. وهذه فكرة من السفر كله والترحال، أنه أي شيء ما أقوله لا. أنا عاهدت نفسي أنه أنا لازم أطلع من منطقة راحتي، أي شيء أقوله لا أروح أسوي. والله يا ذا المكان أسطوري، شوفوا المسبح، الموية شو نظيفة يا ناس، 28 ريال والله العظيم عجبني مرة. وأحلى شيء أنه اللي ماسكين الهوستل المكان هذا ناس من المحليين، بيتهم هنا جنب، فبنوا هذا المكان وخلوه هوستل. فحلو يعني، أنت فعليا كل ريال مدافعه هنا رايح للناس المحليين اللي هنا، فمش شيء مره حلو. كلكم تعرفون بالي وش تشتهر فيه، بالي مشهوره بالشواطئ. اي مكان تروح الشاطئ الفلاني، تروح الشاطئ الفلاني، من اجمل شواطئ العالم راح تحصلها هنا في جزيره بالي. وعشان تستمتع بالشواطئ هذه تاخذ المنشفه حقتك وتحطها على التراب وتروح وشو تسبح في الشواطئ هذه، صح؟ لا، اليوم طريقتنا مختلفه عشان نستمتع بالشواطئ ونروح نتعلم ركوب الامواج، وهذا مقطعنا اليوم. كيف؟ ما ادري، لا حد يسالني، والله اني ما ادري. هو قوي، هلا هو قوي. طبعا تخيلوا من اليوم اغير الاماكن لانه انا اخترت وقت تعلم ركوب الامواج بوقت فعليا الناس يحاولون ما يتعلمون فيه، كله هواء قوي وامواج قويه بالنسبه لشخص مبتدئ حفله. اوكي so this is your first time? Yeah, this is my first time, Mr. Berlin. Help me please. Always straight, yeah? You have to make sure your foot always straight.
ايه نسيت اقول لكم، ترى ركوب الامواج باكثر من شاطئ في اكثر من شركه مختلفه توصل اسعار الى 200 ريال الى 160 ريال، ولكن في حركه ثانيه حلوه، اما انك انت تستخدم برامج، اما انك تروح على الشاطئ نفسه وتتفق مع اي واحد ويعطيك البورد ويبدا يدربك. اما بالنسبه لي انا رحت على شاطئ كوتا، راح تطلع لكم هنا صوره الشباب اللي انا حجزت من عندهم، اسم الفريق او الجروب هذا 27. تروح عندهم هناك تقدر تحجز يا عن طريق مباشره او تحجز اونلاين، وكلفني 35 ريال بحدود ال 10 دولار وعليها يعني. هذه التجربه الاولى انا وبرلين الحين. تيشيرت وسيع علي، ما عندهم مقاسي، بس قلت يلا عليه، هذه مشكله المعضلين. بعطيها الكاميرا الثانيه بصور ومعي الجوبرو ان شاء الله انه يا ويلي ان شاء الله تطول. حلو، الى الان محاولتين كانت كويسه، بلعت ملح واجد بس قدرت، لسه عندي مشاكل بالتوازن، بس والله العظيم ممتع مره، بالذات برلين اقسم بالله انه فكلي ازمه، والله العظيم قام يعلمني صح وقوي يدفع رهيبه. والامواج والله يا ناس قويه، هد للحيل اللعبه ذي والله، بس انها هوده. انا ما اقدر اتكلم لانه حاطها فمي. انا عمري شمال قوي. الملح عظيمه. والله انها حلوه، والله مره حلوه. ارد حيلي يا ارد حيلي قزوة، ارد حيلي برو يا اميزنج. الحمامات العامه خربانه الشوارات، فعشان كذا دايما اخترع طريقتك. Thank you so much. كذا وتغسل نفسك بسرعة وتكمل طريقك بدون ملح. الحياة والله بسيطة يا ناس. شفت واحد معه لي برا خلي يجي وينفضك بدلي اللي معاه وخلاص وخلص ومشي على طول. هذه مشكلة موسم الأمطار، كذا فجأة لازم توقف. ما شاء الله قاعد ترش تنتظر دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق خمس دقائق بعدين يهجد المطر كذا بعدين تقدر تمشي. فجأة كذا عشر دقائق فجأة ترش قوي. Sorry. I'm so sorry. هذه مشكلة الأمطار شوف مصيبة والله. الحين أنا ماني عارف كم بنتظر بس بننتظر لأنه صراحة مرة جوعان وأبغى أوصل المطعم بسرعة وأوريكم أنا وين آكل بالضبط. نفس الدقيقة اللي أنا كنت أصور فيها شوفوا المطر الحين شو صار قوي. شوفون عشان ما تحسبوني أبالغ بس بنفس الدقيقة.
ايوه وقف يلا مشينا. بسم الله. سبحان الله فجأة طلعت الشمس صارت قوية مرة. هذا المكان اللي أنا أكل فيه دائما لما تشوفون كلمة اسمها ورونج يعني هذا أكل محلي، فالأكل المحلي دائما رخيص. يعني أنا آخذ طبق بوريكم إياه الحين، بوريكم حتى كم حسابي، شيء طبق مرة كبير. وكذا إذا أنت شخص مثلي تسافر دولة ورا دولة وتبي تقتصد وتسافر يعني على بجت قليل، دائما تقيد بالأكل المحلي، ترى لذيذ مرة ونظيف. كده تجي تختار الاكل من هنا ويحطون لك اياه، واحلى شيء انه الاكل حلال يعني. وبوريكم كم السعر. كان اي اوردر؟ يا سو يلو رايس اوكي تشيكن كاري 3 سلايد. شوف اللي طلبته، 3 قطع دجاج تشيكن كاري ورز اصفر وبطاط وكولا، طلع علي الحساب 49,000 يعني فعليا 11 ريال. انا هذا اللي اقصده، كذا تمديك توفر فلوس زياده. حاليا رجعت الى منطقه شانغو، غيرت الشاطئ، انا كنت بشاطئ كوتا بيت مثل ما شفتوا يعني، فجيت ابي اشوف الامواج فعلا. شوفوا بالله ناظر المنظر يا ناس، والله العظيم حماس، والله لازم تجربون ترى الرياضه هذه، والله ممتعه بشكل ما تصورون. فمو لازم تستكشف الشواطئ انك تمشي عليها، جرب تدخل فيها وتركب امواج. اسمعوا من اليوم ورايح سموني احمد موجه، والله ركبت الامواج صح. اوكي حمار فيها بس الحمد لله هي تجربه، وراح ارجع. انا اتوقع عندي احساس اني بحترف بالرياضه هذه. تذكروا مقطع هذا في جزيره بالي، انا عندي احساس اني راح احترف بالرياضه هذه، مره عجبتني. طقيتها سوالف مع الشباب اللي السلام عليكم. طقيت سوالف معاه، كنت بجرب بعدين قلت يا رجع خلينا نطق سوالف معاه. ايش هذا؟ هذا هاوز ذا بزنس توداي؟ جود اور نو؟ بيكوز اوف تريننج رايت. والله العظيم انهم شعب لطيف مره مره مره، سهل انك تكون صداقات بس اجلس في الشاطئ وسولف معاهم، كلهم يسولفون معك. قبل شوي قاعد اسولف معاهم واسالهم على الاسعار هنا. احلى شيء لما تخلص الدرس الاول حقك ما تحتاج ترجع تاخذ دروس ثانيه، اذا تعلمت التوازن وكل شيء تجي وتاجر اللوح، لوح تزلج من هنا يكلفك 50,000 لساعتين يا بلاش، فتجي تاجر وتبدا تحوس 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 لين مع وقت حبه حبه تبدا تتعلم. بدينا هنا وننهي هنا. الله العظيم يا ناس اني انا اوكي خليني متكسر، بس والله العظيم اني مره مبسوط انه سوينا هذه التجربه. التجربه هذه الحين تنضم الى سجلاتنا بتجاربنا في القناه. المقطع خفيف جميل، صعب تصوير الامواج لانه خايف الجوبرو تروح علي. لو تتذكرون بواحد من المقاطع انا خسرت الجوبرو حقتي بكسوف، ولعلها هجت، كنت سلق جبال وطاحت مني وخسرتها. المشكله اني كنت ابي اثبت الجوبرو على اللوح نفسه وانا اتزلج، ولكن قاعد يقولوا لي الشباب اللي هناك نفسهم، قال ترى كثير خسروا الجوبرو حقتهم لانه اللوح هذا ما هم شارينه، يعني مو انت شاري اللوح عرفت لوحة تزلج ومضبط معداتك عليه، لا يستأجرونها كذا ويلزقونها تلزيق مع الموية تنفك، فخفت اني انا اخسر القبرو والمقطع خلقه ما ينزل. وبس الى هنا وصلنا نهاية المقطع، يعطيكم الصحة والعافية على المتابعة. فكرة المقطع كانت ترى مرة بسيطة، ابيكم تجربون. انا لما اروح ادخل اجرب الاشياء السهلة السخيفة هذه بس لانه الحياة والله مرة بسيطة، حلو انك تجرب اي شيء، اي شيء يخطر على بالك تشوفه تقول اي بجرب، لا تحط حواجز، اطلع من منطقة راحتك. والله العظيم شوف تبوني اقول لكم اياها بكل صراحة، منطقة راحتك هنا والحياة هناك، فلازم تجرب اي شيء دام انه ما يغضب الله، توكل على الله وجربه صدقني راح تنبسط. لا تنسى اللايك والاشتراك والتعليق، ترى نقرا تعليقاتكم كلها، وشكرا على دعمكم الاخير، وشوفكم ان شاء الله في المقاطع الجايه. سلام عليكم.